الناس اللي عايزة تفقد وزن لازم تفطر. الفطار شيء مهم جدا لأنه بيساعد على الحرق طول اليوم. في بعض المعتقدات الخاطئة أنه أنا مفطرش كويس علشان خاطر أنا أفقد وزني. الكلام ده مش صحيح تماما، لأنه غالبا ما ينصح العديد من أطباء وخبراء التغذية الأشخاص اللي بيعانوا من زيادة في الوزن بتناول الطعام في مواعيد أو أوقات مبكرة خلال اليوم لفقدان الوزن. أظهرت دراسة أنه الطعام المقيد بالوقت ولساعات محددة من اليوم لم يؤثر على الوزن بين البالغين اللي بيعانوا من زيادة في الوزن والمصابين بمرض السكري. الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية العلاجية. صباح الخير يا دكتور. صباح الفل، ازي حضرتك؟ الحمد لله. الفطار بدري بيخسس، الفطار بدري بيساعد على الحرق، لو تشرح لنا اكتر. هو طبعا ان احنا نبتدي الحرق بدري دي حاجة كويسة قوي، بس الفكرة في ان انت تاكلي ايه الصبح. يعني انا ما اكلش كيك، ما اكلش مثلا تورتة، ما اكلش جاتوه، ما اكلش فطير مشلتت مثلا. بالظبط. واحاول على قد ما اقدر. الفكرة في حاجة اسمها intermittent fasting، ده طالع جديد، اللي هو الصيام المتقطع. ده بيتقال، يعني ده كان بيتقال كوسيلة لتنظيم الاكل وليس وسيلة لفقدان الوزن. فاحنا لو ان احنا اكلنا اخر مثلا ساعة بالليل وسبنا 12 ساعة، يعني آخر ساعة مثلا قلنا هناكل الساعة 8 الصبح، ناكل الساعة 8 برضو، واخدة بال حضرتك؟ فإن احنا بنبقى سكر الدم مظبوط. ولو أنا آخر حاجة في العشاء كانت حاجة كويسة، بمعنى مثلا ممكن توصل بطاطا، لو احنا بنحب حتى ممكن تبقى بطاطاية، ممكن تبقى عبارة عن سلطة بروتين في صورة تونة معمولة سلطة، جبنة قريش معمولة سلطة، زبادي مثلا، بيض مسلوق. بالظبط، بيض مسلوق مثلا، زبادي. الصبح بقى ممكن ناكل حاجة تكون يعني تزود الحرق، بس ما كلش حاجة فيها كمية نشويات كبيرة. يعني اللي أنا بقول عليه إن مثلا هياكل شريحة مثلا توست، ممكن بفضل أنا التوست الغامق أو التوست الأسمر، بلدي لو بالظبط، او العيش البلدي لو هو بيحب ياكل عيش بلدي او بتحب تاكل عيش بلدي. هنحط معاها طبعا البروتين، بيكون معمول بصوره يعني برضو مش مقليه، مش فرايد يعني. حتى البيض الاسكامبل الدايج او الايج، البيض اللي معمول مقلي، احاول على قد ما اقدر قطعه زبده بسيطه، واخده بال حضرتك؟ ممكن ناكل بيضة او بيضتين ما فيهاش مشكلة. ممكن يتعمل على فكرة شكل البيض ده على شكل كأنه بتزاية، يعني يتقطع عليها يتقطع عليها البصل، يتقطع عليها الطماطم، يتقطع عليها الفلفل، يتحط عليها الزيتون، وبتتعمل في صورة لطيفة قوي. هي ليها اسم معين، بدل ما ياكل بيتزا، بدل ما ياكل بيتزا، يعني ممكن يعمل البيض ده بحاجة شكل بيتزا، بدل ما يبقى كريب يبقى بيض، لأن الكريب برضه هيحتاج إن احنا نحط عليه دقيق، وأنا مش عايزة دقيق. ممكن حضرتك ياكل فول، الفول بتاعنا المصري في منتهى الجمال، بس طبعا لو خسرت الوزن الفول شويه فيه يعني بقوليات، والبقوليات شويه بتتخن، يعني الفول بيشبع لفتره طويله، بس بروتين، بروتين بالظبط، بس البروتين بتاعه يعني فيه يعني فيه نشويات كتير معاه. فلو حابب يكسر وزن الفول هيبقى شويه مش هيساعده قوي على خساره الوزن، لكنه بيسد المعده لفتره. هل في طعام معين بيساعد على سرعة الحرق؟ طبعا يعني بصي هقول لحضرتك حاجة، في طبعا الشاي الأخضر زي ما احنا عارفين، بس على الأقل 3 كوبايات يوميا. الشاي الأخضر احنا قبل كده اتكلمنا عن الموضوع ده، كتره مش كويس، هو يعني زي ما حضرتك قلتي 3 او تقريبا كمان قالوا 2 كوبايتين بالكتير، لانه كتره مش كويس، لانه في ناس على طول بتاخده بعد كل وجبه وعلى طول مستمر عليه طول اليوم، وده ليه اثار جانبيه جدا على الكبد وعلى الجسم بشكل عام. طبعا هو بصي اي حاجه بتقال عليها بتعلي الحرق، وفيها كمان اقراص للاسف كانت بتتداول بين الناس بتعلي انزيمات الكبد، لو انها بتقول لك ان ده بياخد الاكل ويعني بياخد الاكل وبيحرقه، فبيعلي الليفر انزيم جامد جدا، وممكن بعد كده يعمل فشل في الكبد، وممكن بعد كده كمان بيؤدي الى ان هو يعني ان هو اللايبيز او الانزيم المسؤول عن الدهون بتاع المراره، المراره تتعب منه، واخده بال حضرتك؟ طيب يبقى رقم 1 الشاي الاخضر، وايه كمان؟
في عندنا المكسرات على فكره، لو احنا كلنا المكسرات مع الاكل بتاعنا الصبح، اولا بتدي نسبه اشباع عاليه جدا، وفي نفس الوقت بتحرق جامد قوي قوي. في حاجات بتحرق بالماينس، يعني لو كان مثلا تفاحه خضراء اللي هو عارفه حضرتك التفاح الاخضر الجامد ده بيساعد على سرعه الحرق، بيساعد على سرعه الحرق، وفي نفس الوقت يعني بياخد يعني هو كميه السعرات الحراريه فيه اقل بكتير قوي من اللي بيحتاجها الجسم عشان يهضمها، فكانه بيحرق بالماينس. تمام. البيض المسلوق نفس الفكره بيساعد على الحرق. ايه كمان؟ بالظبط بالظبط. طبعا انا يعني اهم من ده كله كمان ان احنا يبقى حالاتنا صح، يعني ان احنا نلعب رياضه. الميه كمان يا دكتور مهمه. الميه بصي، الميه مش حرق بس، الميه بتساعد الفكره في ان الميه بانها بتساعد على ان العمليات الهضميه تبقى صح، يعني مش مساله حرق، لكنها اولا بتاخد جزء من المعده، وده صح ان احنا عايزين الكلام ده، ثلث طعامك، ثلث شرابك، ثلث نفسك، فانها بتاخد جزء. يعني انا لو انا عايزه اعمل خساره وزن باخد كوبايتين ميه قبل الوجبه بتاعتي، واخده بال حضرتك؟ هي مش بتساعد على الحرق بس بتساعد على ان العمليات الحيويه اللي موجوده في الجسم تبقى كويسه. طبعا حاجات مشتقات فيتامين سي كلها ممتازه جدا، يعني البرتقال طالع دلوقتي واليوسفندي والكيوي والجوافه والكيوي. طبعا ان انا اعمل ابتدي طبق سلطه كبير قوي في اكلي، يعني بدايه اكلي يبقى طبق سلطه كبير، طبعا ده ممتاز جدا جدا، والاياف كويسه جدا جدا. بعدنا الرمان فاكهه اهل الجنه، من الحاجات الممتازه فوق ما تتخيلي. للقلب كمان. نعم. القلب مفيد للقلب. برافو عليك، اللي هي فكره ان عين الجمل مثلا على شكل المخ، فهي مفيدة لذكاء أطفالنا على فكرة. عين جمل ممتاز جدا، أنا ما بقولش كله كتير، لأن أكل كتير من أي حاجة مش صح. ناكل ثلاثة أربعة خمسة أقصى حاجة سبعة أقصى حاجة، واخدة بال حضرتك؟ يتحط مع الأكل للولاد كده. طبعا الحمص في منتهى الجمال، حمص حمص الشام، الفشار من الحاجات جميله جدا جدا. هو الفكره بس ما نزودش بس الملح وما نزودش الزيت برافو عليك برافو عليك. على فكره لو نقطه زيت هتقلي فشار كتير قوي قوي، يعني ان كانت تقلي كميه او تعملي كميه كبيره قوي قوي من الفشار بنقطه زيت على فكره، يعني هو مجرد ان انت بس بتعملي ان المكان اللي بيتقلي فيه ده ما يلزقش الحبيبات بتاعه الفشار ويساعدها على انها تاخد الشكل بتاعها، فمش محتاجه زيت كتير. على فكره القلي مش محتاج زيت كتير، وفي قلايات بتتباع دلوقتي الجديده كلها بربع معلقه زيت ابيض، وما هياش غاليه قد صحتنا، يعني صحتنا غاليه جدا. فممكن بناكل فيها الحاجات الفرايد على راحتنا بزيت كميه قليله. تنصحي اخيرا، تنصحي بالسيراميك ولا الجرانيت؟ والله بصي هقول لحضرتك حاجه، انا ما بق يعني عامه السيراميك احسن، الجرانيت ده الجديد يعني. بالظبط بالظبط، بس الفكره في ان انت اهم حاجه، انا بصي انا عامه انا كنفسي بحب جدا جدا طواجن، الطواجن بتاعتنا بتاعت اسوان القديمه فرن بقى على طول. بالظبط، من احسن الحاجات الممكنه، وعايزه اقول لحضرتك لو بتتجاب الغطا بتاعها بتدي ريحه وطعم للاكل فوق الوصف. انا بشكر حضرتك يا دكتور نهله عبد الوهاب استشاري تغذيه، شكرا ليكي.